اليوم جبت الهدايا الحسوني وعبودي وحمودي، وراح نشوف يا الحظ احلى ونبدا بالمسابقه. ايش راح تختار عبودي؟ اختار ثلاث هدايا، نشوف حظه. شوفها للمتابعين، هاي شنو؟ شوفنا اياها، شوفنا اياها هذا مرك. هاي شنو؟ هذا لايت ابو المحبس، شغله يشتغل، دقمه من فوق يمكن بيه ما يشتغل. عوف هاي الا نوخر هاي مالت البطاريات. شوف شوف بعد الباكيت، ورده حطهن على الطبله قدامك ليشوفهن. ها طلعت لك ورده، جيبهن على الطبله قدامك خلي يشوفهن، خليهن قدامك. با علي حسوني اقعد. يلا عبودي يلا المس حسوني، يلا افتح الباكيت الثاني نشوف حظك ايش يطلع. صندوق الهدايا ونشوف الحظ الاحلى. هم لايت تمام. يلا بعد شكو ايش بيها الباكيت؟ شوفنا شنو بي؟ بزونة لولو كاتي. شوف لنا اياها هيك على الكاميرا عبودي. حلو، افتح الباكيت الثالث لنشوف حظك. متحمس؟ يلا نشوف حماسك ايش يطلع لك، نشوف حظك. هم بزونة. بعد شكو بالباكيت؟ عبودي افتح باكيت حلو. جندي مال شطرنج، جندي شطرنج. هسه نشوف حمودي، حظ حمودي. يلا حمودي اختار هديه. اصبر حسوني، اصبر هسه نجيك حبيبي. يلا نشوف حظ حمودي شنو راح يطلع له. بزونه للوكاتي، شوف لنا اياها على الكاميرا حمودي يطلع لك. وقلعه مال الشطرنج. وهاي شنو هاي الصفرة؟ ها هاي جندي فضائي. افتح باكيت الثاني نشوف حظ حمودي. يلا يا حمودي. يلا حمودي. حسوني ابو لسان شي حلو. ناس ما تبزونه. لا 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 حسوني جندي. لا 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 هاي ما صدعان. هم طلعت لجندي مال شطرنج. خلي ملاعب حمودي قدامه وملاعبك قدامك، كل من يخلي ملاعبه قدامه. يلا حمودي افتح بعد باكيت لنشوف حظك. اخر باكيت الحمودي اختار. يلا حمودي هيش يطلع هم لولوكاتي وجنود شطرنج وجندي فضائي. مو حمودي حسوني عبودي. هذا خبر جنود شطرنج. يلا حسوني اختار. يلا هسه شوف حسوني. يلا حسوني البطل. يا حسوني بحيل يجيب عيل. شنو أربع شطرنج. صفطهن قدام على الطبله. طلع له وزير وجندي مال شطرنج وجندي ثاني مال شطرنج. لا فيل هذا كفو. شنو بعد؟ هاي اثنين. شوف حال حسوني احسن منهم. وخبر يلا صفطهن قدام. هسه نشوف حظ حسوني الباكيت الثاني. يلا افتح لي الباكيت الثاني. بخير عبودي. شوف حسوني البطل. لا اختار اختار. يلا حسوني كفو حسون. افتح حسوني. افتح الباكيت حلو. افتح الباكيت حلو. افتح كله كله. طلعت لك كاميرا. واو.
حاسين الكاميرا ايه يا حيوانات ياي حلو حلو يلا حسوني بعد باكيت افتح بعد باكيت حط الكاميرا قدام حسوني ايه حط الكاميرا قدام الشاشة لان شوف حظ حلو حسوني حظ الوكيل حظ احسن كلهم يلا حسوني افتحها لان شوف شو يطلع الحسوني واو من القاتل بعد لايت اخضر اخضر لايت اخضر ها يوم جمعت لايتات بعد افتح الباكيت زين حسوني ثلاثة هاي ثلاثة شدارك كل شي ماكو خلصته لا كافي 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 ما تشبع هسي كل واحد فتح حصتك ثلاث باكيتات صح؟ ايه شيلوا لي الباكيتات وصفطوا لي كل من يصفط ملاعبه قدام على الطاولة ايه شنو؟ هذا لايك نهاية الفيديو راح نشوفكم هذا فرقتنا وصلنا لنهاية الفيديو وراح نشوفكم الهدايا وياها صاحب الحظ الأحلى نبلش من حمودي نبدأ من حمودي نشوف طلع له حمودي أحلى طلعت له كاميرا جندي محارب جنود شطرنج لولو كاتو عدد اثنين طوبة وطلع له هذا اللايت الاحمر وجندي الثاني وهاي السمايلات الباقي اللي شفتوها نرجع على عبودي ابو عيون الزرق عبودي طلع عليك نشوف لولو كلاتي ثلاثة سمايلات اثنين والوجه ضايع حق سمايل ثلاثة وهاي شنو هاي حلوة لايتات اثنين وشفقة وجنود شطرنج وجنود مقاتلين اثنين خلي نشوف حسوني شفقة شفقة هاي شنو تطلع لك حسوني هاي شفقة واحدة بيضة لوليكات اثنين سمايلات اربعة هذا الوجه هذا جندي المقاتل اثنين وكاميرا وطلع له جنود شطرنج لا تنسون شو ما ينسون حسوني عبودي شو حسوني شلون؟ القناة اللايك اشتراك مو هيك يفجرون اللايك والاشتراك اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس إلى لقاء بفيديو جديد